تفضل. يعطيك العافيه سلطان، بيض الله وجهك. طيب نروح العيفان، مدير اللجان في شاعر القمه. اول شيء اصداء البرنامج نبغى نسمعها، هذه الرايه هناك يشوفونها الجمهور الان على الهواء مباشره، وشعراء المتنافسين في شاعر القمه جائزه مليون ريال، وكل يبحث عن الناموس، وكل يبحث عن المليون، ويبحث عن الحضور الشعري فالاعلام يخرج الناس امام الملأ للحضور عبر الفضاء. عيفان، التحديثات، الاصداء كيف هي؟ يا مرحبا ابو عبد الله. اول شيء الاصداء جميله جدا، والجمهور متحمس برا، والشعراء متحمسين، وهذا شيء جميل. هي مبنيه على تنافس الشرف، والشيء اللي ما يجي في تنافس مثل تنافس اخواننا قبل شوي ما يروح ديره. لا قدك تزاحم لك رياجيل وفي الميدان انت وياهم، وكل اللي يقول الاول لي، وعلى علم طيب وعلم غانم وعلم نومس. اول شيء دولتك، وبعدين ثم قبل كل شيء دينك، ثم دولتك، ثم بني عمك. هذا شيء مو غريب، مثل ما تشوف الرياجيل الحين ذول اللي انت تشوف. اصداءها جميله جدا، مواقع التواصل متبنيه الموضوع هذا جدا، من غير توجيه ومن غير شيء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله مستانسين بالحدث هذا العظيم، وحنا نقول ما جاء الاول السيل، يصبرون ان شاء الله. هذه ثاني حلقه، وقدامهم ست حلقات بمشيئه الله عز وجل. يا سلام، ونشوفون لطيب ولطيب بمشيئه الله. يا سلام، يعني هناك تنافس، وحنا مرتسين حجاجنا على الله. بعد الشعر مو بريج، مو بسلطان الحاله، ترى حنا بعد البرنامج ذا عندنا قوه، وعندنا ضرب عصي، وعندنا قوم وقعده. الله يوفقك، ومرتسين حجاجنا على الله. الله مو بلك لحالك، ترى لنا كلنا. سبحانه. اذا التنافس قائم هناك في شاعر القمه، والان اثنين تاهلوا بالكرت الذهبي. من هم المتاهلين بالكرت الذهبي يا عيفان؟ حتى نبارك لهم. نعم. كما باركنا. نعم. لزايد العار السبيعي، اللي هو فيصل ابن البلده العرجاني، المتاهل الاول بالكرت الذهبي، والمتاهل الثاني بالكرت الذهبي عبد الله بن ثايب الشلوي. ونعم يستاهلون، تحيه لهم، تحيه كلهم لهم. مبدعين، وكلهم نجوم، وكلهم اثبتوا وجودهم ولا قصور بزملائهم، لكن زملائهم يتحدون. وش تقول ولا وش تقول يا بدر؟ ما في شك، عطنا تصريحك من قريب. انا على بدر توقعت من القاء او قصيدته ومتذوق الشعر انه هو بيحصل على الكرت الذهبي بدون زعل يا لجنه، لكن وجهه نظر واحد من بعيد. عطنا تصريحك، كان عندك تصريح يا بدر. اسلم عبد الله، انت ترك حول الحروه، لكن هم ذاخرين علي للمراحل القادمه. بالله هذه ثقه ذي. تستاهل، تستاهل ابو سالم. عيفان الشاعر وش يقول؟ يقول بقول بيوت انا اقولها دائم، لكني احبها لجات مثل المناسبات ذي. احنا نحبك بعد. الله يديم عزك يا حبيبي، على الراس من فوق. يقول الاخوان نوره دول تال سعود، جيت من الكويت. الاخوان نوره دول تال سعود، جيت من الكويت، ولولا الغلا لملوكها والشعبها ما جيتها. احبكم من طيبكم، وبحبكم مت وحييت، وشرح علي لا قلت لي حاجه ولا سويتها. لكن قبل تبدون في الموضوع، عندي كم بيت في خاطري من مبطي اغني ولا غنيت. البارحه سراني الهجوس وانا ما دريت، لان البيوت استرسلت في محمد وعديتها. هذا ولد سلمان ما يحتاج لاسمه، ما انشيته لو وقف اسمه تاقف الساعه على توقيته. هذا ولد سلمان ما يحتاج لاسمه، ما انشيته لو وقف اسمه تاقف الساعه على توقيتها. يا خير العوجه هذه عزوتك، لا منك اعتزيت، ما في حاجه جات في بالك ولا سويتها. ولولا المحبه والغلا ما جيتكم ولا عنيت، للدوله اللي ينشرح بالي لمني جيتها. وقولوا يا جمهور القصايد، كل ما غنيت بيت الفكر اللي جابه عيفان يخرب بيته. هذه قديمه القصيده ذي، تذكرني بسلطان الهاجري لما قال إيه؟ احد الشعراء. نعم، يخرب بيتك، يخرب بيتك. نعم، وهذا اليوم الوضع في كهرباء شوي، في كهرباء كله، يخرب بيته، يخرب بيته. الله يبارك عيفان، حنا الهواجر ما عندنا خراب بيوت يا بعد. ونعم فيكم والله، صلاح بيوت. طيب انا في تدشين الان،